بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دي المحاضرة الاخيرة اللي هتكون في العرض دون، ولكن كان المفروض يكون في محاضرة تانية زي ما قلت لكم في الشريحة اللي قبل كده، ان الهدف منها ان احنا نراجع ونقيم اوراق العمل اللي انتوا هتقدموها، وزي ما قلت لكم هتبعتوها في الميل او تبعتوها في جروب الواتس، وهناقشها معاكم، هناقشها ان شاء الله وابعت لكم بقى التقييم باذن الله. دلوقتي هنتكلم عن الموضوع الاخير اللي هو جمع البيانات ميدانيا. طبعا احنا في المحاضرة الاخيرة اتكلمنا على استثمار استقصاء، وقلنا بتتعمل وبتتراجع وفيها انواع الاسئلة، فطبعا بعد ما ظبطناها وراجعناها وكل حاجة فيها مظبوطة، المفروض بقى هنعدي على المستقصى منهم ونسألهم. العملية دي ممكن يقوم بها باحث، الباحث اللي عمل البحث بدأ معاه من اوله، او ممكن يستعين بناس يساعدوه في الموضوع ده. ويمكن دي اهم مشكلة بنقع فيها، ان احنا ما بناخدش بالنا من عملية جمع البيانات في الميدان او في السوق نفسها، يعني لان ممكن يحصل مشاكل فيها كتيرة جدا تضيع كل الجهد اللي احنا عملناه قبل كده. فعشان كده هنخلي بالنا ايه العناصر المفروض نخلي بالنا منها، وايه الاخطاء اللي ممكن نقع فيها ونعالجها ازاي. في البداية عشان نجمع البيانات في الميدان لازم نخطط عملية جمع البيانات دي، والعملية دي فيها أربع نواحي المفروض نحن نخلي بالنا منهم كويس جدا. يعني يمكن أول ناحية إن احنا نحط جدول زمني، إمتى هنبتدي وإمتى هننتهي، ونوزع العمل على الناس بحيث إن يبقى معروف كل واحد هيبدأ إمتى وينتهي إمتى ولكم استمارة وما إلى ذلك. الخطوة الثانية في عملية التخطيط ان احنا الموازنة بقى، التكلفة اللي هنكلفها واحنا بنجمع البيانات الميدانية، وغالبا بتبقى التكلفة دي مكونة من عدة عناصر زي اجور الناس اللي شغالين والادوات الكتابية والاعلام والمواصلات وتكاليف طباعة القوائم، واذا كان في احداث غير متوقعة او ظروف ولا حاجة ولا سفر، دي كلها تكاليف لازم نخلي بالنا منها ولازم نعمل حسابها من البداية. العنصر الثالث ان احنا طبعا في افراد هيساعدونا، مش اي افراد ينفعوا، ولان مش اي واحد ينفع لاي حاجه، فلازم نبقى نختار ناس اختيار مناسب ونوزع عليهم العمل، ولازم كمان نراقب وراهم ونراجع وراهم عشان نشوف قد ايه هم ملتزمين وقد ايه هل هم جمعوا البيانات المطلوبه وعدد الاستمارات المطلوبه بشكل زي ما الخطه، ولا كان في مشاكل فيه. من ضمن برضو الحاجات دي اللي احنا اربع عناصر في عملية الخطة الافراد، لان العملية جمع البيانات محتاجة ناس عندهم مهارة، ان مش اي حد يشتغل في اي حاجة يعني، فلازم نحدد نختارهم بعناية ونحدد مسؤولياتهم والمفروض يعملوا ايه، وبرضو لازم يبقى في اداء مراجعة ادائهم ونراقب عليهم، لان بنشوف ان هل التزموا بالتعليمات ولا في مشاكل بتواجههم وازاي اتغلبوا على هذه المشاكل. ازاي بيتم جمع البيانات ميدانية؟ في طبعا اول حاجة عن طريق المقابلة الشخصية، ودي لي ثلاث بدائل. البديل الاول انه الناس اللي شغالين في المنشأة نفسهم في قسم البحوث، اذا كان عندنا قسم بحوث، وزي ما اتفقنا قبل كده ان معظم الشركات او عدد كبير من الشركات ما عندهاش قسم بحوث تسويق، فساعتها بتعاقدوا مع وكالات متخصصة في اجراء البحوث، وبالتالي يبقى عندها ناس هم اللي بيجمعوا البيانات دي. وساعات بيبقى مزيج من الاثنين، يبقى اذا كان في حد عندنا على اساس ان احنا برضو نبقى مشتركين في العملية دي، من ناس من المنشأة وناس من بره المنشأة، ده البديل الثالث. وايا كان الخيار اللي احنا اخترناه، في ناس هيشتغلوا هيجمعوا البيانات، المفروض الناس دي تتدرب يعني وياخدوا وقتهم ونجربهم ونشوف اخطائهم وكلام من ده، لكن احيانا بنديهم تعليمات مكتوبة وهم يراعوها، وساعات بقى في اخطاء يعني، لكن المفروض برضو ان التدريب ممكن احيانا بيتم ساعة الشغل، يعني بمعنى ان يبقى في واحد بيقابل الناس وواحد معاه اكبر منه بيشوفه بعد اثناء المقابلة، وبعد بعد المقابلة بيقول له بقى انت كنت كويس في كذا، انت غلطت في ايه في كذا، عشان يديله تعليمات ما يغلطش بعد كده يعني.
في اسلوب تاني غير المقابله الشخصيه، ان احنا نتكلم في التليفون مع الناس. طبعا رغم ان دي مكلفه لحد ما، لكن لكن فيها مشكله تانية، يمكن يعني في المقابله الشخصيه في مواجهه بين اللي بيسال الاسئله واللي بيتلقى الاسئله ويجاوب عليها، بيبقى عارف مين ده. لكن احيانا بعض الناس في التليفون بيخشى مش عارف مين اللي بيكلمه، ويقول له معلومات شخصيه باستهلاكه وحاجته زي كده يعني. وممكن يبقى في احيانا عن طريق الايه البريد نبعت له الاستماره وهو يردها لنا. طبعا بنحط له ظرف معاها، الظرف دون فيه عنواننا وعليه الطابع، بحيث ان هو ما يتكلمش اي حاجه، يا دوبك يجاوب ويطبق الورقه تاني اللي هو فيها القائمه الاستقصاء ويرجعها لنا من غير ما يتكلف اي شيء. ويمكن في طريقه كمان بقت جديده موجوده، وانت شغال في الفيس في الموبايل بتاعك بتلاقي ساعات استقصاء، فانت لو وافقت بتخش ايه وتملاه، وفي النهايه بتعمل سند له بيجاوب، فده ما بيكلفش كتير جدا. لكن لازم يكون نفرض المشكله فيه ان ممكن يكون الناس اللي احنا محتاجينهم ما عندهمش فيس او ما بيخشوش على الايه على الفيس. واحيانا برضو بيجي لنا حاجات على الوصف بتبقى مرسوله مبعوثه لحد، والراجل دون او زميلك ده اللي مبعوتها له بيعيد ارسالها لي للناس اللي هم مشتركين معاه او موجودين معاه في الوصف يعني. دلوقتي بقى هنتكلم على اهم الاخطاء اللي بيقع فيها الناس اللي بيقابلوا المقابلين ما يقابلوا المستقصى منهم اثناء جمع البيانات في الميدان. في العينات احنا قلنا في عينات احتماليه وعينات غير احتماليه. في العينات الاحتماليه بنقول له شخص معين بيروح وجايز ما يلاقوهوش الشخص دون، وبالتالي ممكن ياخد واحد غيره ولا حاجه، وطبعا كده العينه بتختل يعني والنتائج بتختل برضه. او نقول له قابل في العينات الحصص، احنا بنحط خصائص يعني، بنقول له مثلا قابل سيده عندها في حدود 30 سنه، من 30 ل 35 سنه، ويكون عندها طفلين عشان يقدر مثلا ايه ويكون دخلها كذا. فاحيانا لو ما بيعرفش يوصل للخصائص دي بالنسبه للسيده اللي هيختارها، فيستسهل الباحث يختار اي سيده او اللي هو اللي بيقابل الناس يعني، وتبقى برضو في مشكله هنا في جمع البيانات، ما تبقاش البيانات دقيقه لان العينه غير دقيقه. وبرضه في اخطاء تانية ناتجه عن عدم استجابه المستقصى منه، يعني واحد يروح يساله يقول له عايزين نعرف استهلاكك من المواد الغذائيه، فالراجل يرفض او الست ترفض، طبعا الباحث مش هيقدر يخليه يجاوب غصب عنه يعني، فده خطا بيبقى فيه مشكله يعني. لكن الخطا التاني او المشكله التانية ان الراجل اللي احنا رايحين له او الست اللي احنا رايحين لها او الشخص اللي فيه خصائص معينه مش موجود، فممكن دي نتغلب عليها نروح له مره تانية او نسيب له الاستماره في مكان عمله او في بيته، وان احنا نعدي عليه بعديها بفتره عشان ناخدها وهي مكتوب ممليه او مليانه يعني مستوفيه البيانات، او ان احنا نقابله مره ثانيه ونحاول يعني نجيب نستدر احترامه وان احنا اهتمامه عشان يجاوب على الاستماره بتاعتنا يعني. النوع الثالث من الاخطاء بيبقى جاي من المقابله نفسها، فممكن يكون المقابل نفسه الشخص اللي بيلقي الاسئله هو سبب الاخطاء، يعني يمكن اسلوبه مش كويس مع الناس، ما بيعرفش يتكلم كويس، او لابس ملابس تنفر الناس منه. عشان كده كتير جدا من الاثناء في العمل البحوث الميدانيه بنختار الشخص اللي بيقابل بشكل متجانس مع نوعيه العينه، يعني لو هنتعامل مع مثلا مجموعه من البنات في الجامعه، فبنجيب لهم بنت من الجامعه ندربها وتقدر تبقى قريبه منهم وسنها من سنهم وتقدر تتفاهم معاهم. لو طلبه اولاد او ذكور فبنجيب لهم برضه طالب من سنهم. لو اطباء شباب نجيب لهم طبيب شاب زيهم عشان نتجنب عمليه ان النفور من بعضهم او يبقى في الفه بينه وبين المقابل المستقصى منه. في خطا برضو نوع تاني اثناء المقابله ممكن يكون اثناء توجيه الاسئله يعني، فممكن اللي بيلقي الاسئله مش ما عندوش فكره عن القائمه وما عندوش فكره عن الاهداف او نسي
او يوجه الاسئله بصيغه مختلفه عن اللي موجوده في الايه في قائمه الاستقصاء. طبعا ده اذا كان هو بيلقي السؤال مش بيدي القائمه للشخص اللي قدامه، هو بيساله وهو اللي بيعلم من غير ما يديله القائمه، فممكن اسلوب القاء السؤال يبقى موحي او يخلي الاجابه مختلفه لو هو كان اراها او التزم بالصيغه اللي موجوده في قائمه الاستقصاء، او ممكن ايه المقابل نفسه يزهق فيكمل نص الاسئله وما يكملش النص التاني. وعشان كده يعني في اساليب معينه ايه لو الشخص اللي قدامك ما بيتكلمش ممكن نكرر السؤال مره تانية عشان يجاوب، او نسكت عشان نديله فرصه انه ايه يتكلم، او نقول له اجابته عشان ايه ياكدها لنا او يزود عليها او يعدلها اذا كان عايز. ممكن بقى اخطاء برضه مرتبطه بالمقابل نفسه انه مسجلش او في مشاكل معينه، فعشان كده في تعليمات معينه لازم نخلي بالنا منها ولازم نقولها له. لازم يسجل الاجابه اثناء المقابله وهو بيوقف على طول ما قدامه، لان لو راح بعدين عشان يسجل الاجابات دي ممكن يكون نسي. ولازم يستخدم الكلمات اللي موجوده في الاستمرار استقصاء، وما يصيغش السؤال باسلوبه هو، وما ايه ويسجل كل اللي اتقال زي ما قاله اللي ايه المستقصى ايه منه. واي حاجه حتى لو لاحظ ان حاجه على شكل او يعني احنا قلنا في حاجه اسمها البادي لانجوج، يعني الراجل عينيه رمشت، ان الراجل شكله متضايق لازم يقول الكلام ايه دون ويسجله على طول ايه قدامه عشان ما ينساش. وطبعا لازم يكون خطه كويس واجابته ايه عشان اللي هيقرا الكلام ده ويحلله تبقى الامور واضحه قدامه يعني. واخر نقطه بقى في مشكله الاخطاء عند جمع البيانات الميدانيه برضه مرتبطه بالمقابل، ان ممكن الراجل يقعد في البيت ويمنع الاستماره، دي يقول نعم ودي يقول لا وما يجاوبش الاسئله، فممكن ان هو يسال السؤال بشكل مختلف، طبعا ده هيبوظ النتائج او يخلي النتائج مش مظبوطه. فطبعا النوع الاول ليه علاج، يعني في حاجات كتير جدا بنقدر ان احنا نبقى نكشف مين اذا كان الراجل ده او المقابل ده كان ملتزم وامين ولا مش ايه امين. ودي طبعا هيبقى هنتكلم عليها، يعني في حاجه اسمها مثلا ايه في حاجه اسمها اسلوب المضاهاه. اسلوب المضاهاه ده هو ان احنا نحط اجابه نحط سؤال احنا عارفين اجابته، فطبعا الباحث او اللي بيقابل مش عارف اجابته، فبنجمع الاستمارات عشان نتاكد ان الراجل ده امين. بنحلل الاول السؤال اللي احنا عارفين اجابته، لو لقيناها زي الاجابات اللي عندنا يبقى الراجل ده كان امين ونثق في بعض في البيانات اللي بعد كده، لكن لو جابت السؤال ده مش واضحه او مختلفه عن اللي عندنا يبقى الراجل ده ما كانش ايه امين. يتبقى بس ان انا اتمنى لكم التوفيق والنجاح باذن الله، ونخلي بالنا احنا المادة العلمية اللي بعتها لحضراتكم في حاجة عناصر كتيرة جدا، لكن هنلتزم باللي احنا خدناه في المحاضرات اللي احنا خدناها مع بعضينا، سواء اللي احنا اتقابلنا مع بعض فيها في المكتب عندي او سواء المحاضرة دي. ويتبقى ان انتوا تبعتولي طبعا اوراق العمل، وهبعت لكم في الجروب اخر موعد لتقديم الاوراق العمل دي عشان اقيمها، وابقى ان شاء الله اتواصل مع حضراتكم اقول لكم النتيجة باذن الله. وبالتوفيق والنجاح. دكتور إبراهيم إمام.